وجهين للنيابة. أنا مستشار جميل سعيد، والحقيقة يعني أنا بس بصور الفيديو ده عشان محدش يقول إن أنا اتقبض عليا ولا أنا كنت هربانة، لأن كبيرة قوي إن أنا بقى دايما بدعو المواطنين لتنفيذ القانون واحترام القانون واحترام الدولة، وأنا ما عملش كده. يمكن أنا من أول الناس اللي رايحة قبل الكرو بتاعي كله. ومرة تانية، النيابة والقضاء ما بيتوجهوش ردا بس على اللي بيذاع في البرامج. ولسه كنت بتكلم مع مستشار جميل سعيد ان مصر في الفترة دي ودايما، ولكن خصوصا الايام دي، مصر دولة الحق والعدل. موقف طبعا صعب، ولكن ثقتنا في النيابة وثقتنا في القضاء المصري.